لأول حوار تلفزيوني. السنغالي أليو باجي مهاجم الأهلي يفتح قلبه لجمهور القلعة الحمراء ويتحدث عن نشأته ومشواره الأوروبي حتى انضم للأهلي وما هي أحلامه مع نادي القرن، ويحكي عن علاقته بالنجم الكبير ساديو ماني. باجي في حوار خاص مع النجم أسامة حسني يروي مواقفه الطريفة مع زملائه في الأهلي والشعب المصري في أيام الحظر. السلام عليكم، استنوني مع كابتن أسامة حسني. غدا 8 مساء على شاشة قناتكم قناة الأهلي.